صار حصك. ايوه على الله. من عندك قطع شدو شدو مزيان. ديك باش نجمع هاد المكونات الكامله او هاد الطعمه السحريه اللي كتشوفوا فيها الخوت. نتمنوا شي اب ديال هادوك اللي كنا كنطلقوا لاقات شي فيديو اللي هنا. الصراحه الاخوان هنا طلقنا بزاف ديال الصنانر. الله يسخر شي غليظ يا رب. بسم الله. سمعش ديك الله يسخر. الزباطه مال هذا غادي نوكي تاعو ديما حنا النوكي وياه. هو اللي عيطنا على البوا. الله يجيب بابا. شي ما نزلات يلا طعم تنزلات طعيمه العجيبه الخوت رويطيله وشويه ديال الكابيل لا شوي سمر على هذاك الزويف. وين هو مزالي هذا راه مازال كيف الشوا الخوت. هذا راه مازال مشحطه سريسير مازال ما سرسرش. معنا الرئيس عقوق هذاك جديد اليوم. السلام عليكم الرئيس. اسمع محمد الله يجيب دائما نطلقوا عيط على بطوله باش ندوي لي فودنو. سير عيط على باباك. ها هو الخوت يا بو سير. بسم الله اسمح لينا منك. شاف الله يجيب بو. الله خويا الله. المهم الاخوان هذه راه التطعيمه حتى هي مزيانه. دير نص كابيله كدير نص كابيله وكدير معها صبيع ديال الروطال حتى هو راه مخير الاخوان. وتا داك الصنور الصغير حتى هو كيضرب عليها صراحه الصغ. ايوه على الله. يا الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر. اسمع تعاونوني. لاش سير بشويه كان فيلم. يلا تسخر فيه. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. يا ربي تسهل فيك يا ربي. حيد جمع كسرت كسرت خير فيا خذوا لي. يا ربي تسهل فيك زوينه نودي الباهي. جمع هذيك الصباط سيمو تايا. جمع هذيك الصباط. عاب شويه يا تبارك الله معمد. واغلى معاه الا كانت واغلى قطع. سير بشويه تقنطرو. لا يلا الدراري بالي وصح. تبارك الله حيد من تما نعاونك فيه. شوف اسمع عندنا طلع عندي شوف فيه غادي نلوي غنطلع غنحط على الخيط نلوي تنتوصل. اوكي خاصني نهبط لهنا. جبد عندك انت جبد عندك جبد عندك تبارك الله تبارك الله. قطع شدو مزيان عنك ليا العيش. تبارك الله ترى بلع. كان خمشه خشيف خمشه قطع والله تقطع ما طلع هو. ريح تبارك الله قرب عندهم يشوفوا البول. تبارك الله جوج محابين معاه. والو بارك قاعد غول والله حتى غول. عند من جيتي؟ عند من جيتي؟ ترجع عند عقوق. جيتي عند عاق. شوف فيه اش يطلعوا لنا يشوفوا اللقطه فين كان غيمشي هنا في التقوه. معلم عندي ما يتسالك خوت والله حتى كاين بالله. اللهم بارك. شو الصناره فين القاتل؟ والله الصناره طارت منه بالله. ترى عقوقه. اللهم بارك اخويا درتوا لي الحماس. تعاونا معاه. ريح باقي كيدور فيا ودي محاولش يدخل في خنشات. شوف اسمع
بارك اخويا اكبر حمار من نهار جيت هانتوما اخويا ترى تبارك الله الله اكبر تبارك الله الله اكبر ومحاربه تدخل تدخل الدفاع خلص خنور دخل الدفاع دخل الدفاع يعني اللهم بارك ترى شنو زين تدخل الدفاع بارك الله حزم لي القنت خوت خويا ديما كنقول لكم الروطان اخوان هانتوما كتشوفوا حضرتوا الكومبا خطيره طلع السنور حتى لهنا الله قطع الحمد لله اعتقتو حتى لاخر لحظه حاربنا مع جوج بقينا موانطين وبحال محاربين مع شي صراحه شويه ديال الكابيله وشويه ديال الروطار ولله الحمد الصراحه كانت كومب شوفوا الاخوان شوفوا هنا كان شوفوا هنا قرب نشوفوا الحوايج معلم ولكن ما عندي ما يتسالك عرفتي بانها طارت منه انا ما الخيط ملي قطع عرفتي بلي غادي تقبه انا ما يصحبش ليا واش طارت منه شوف انا يديك غادي خاشيهم لي في مغانغو مدورني صحه والله صحه تبور فعاله النتيجه معلم 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 حتى والله تبور 15 شحال تكون فيه من كيلو تبور وزن لا هنا غتكون شوف اخوان هنايا كاين 12 بعدا كاين غنشوف نهز ماشي ولا خمسة يخرج سدو وو ترى الخمسة ديال 10 كيلو ما دخلش فيها نتيجة فعالة راه هو اللي دخل هنايا تبع لينا على الحوت ولكن تخيل كومب كومب الزق كيطلق كنعاود نهز انايا حتى انا راه كان فيلمي طلقت حتى طلع انا راه فيلمي كلشي وكيفاش تقطعات توصل هنا مكتوب في الزق اخويا الله يتم موعدونا نكملوا فيديو الله يجيب شي غور خوه الله يجعل الفار تبارك الله نهز نشوف تبارك الله ترى الله تكينا واحد 12 ولا 13 15 ولكن الخط اسمر هو الاخوان داك السنور اللي شفتو تبارك الله اللهم بارك صراحة الخراج فرش بيكا شوفوا الحماج قداش شوفوا الحماج اللهم بارك شوفوا راسو قداش راسو بوحدو راه تبخرو راس حولي ماشي راس راس حوت هاي لا شي نص ساعه ديال التنقيط شوف الحيوان تبارك الله هو اللهم بارك وباش تعرفوا الاخوان هاد السنور هذا راه فيه واحد المده خطيره خطيره يعني شوفوا شنو لقيتو واكل في الكرش ديالو حليت ليه كرشو لقيتو واكل الروطاله صبع ديال الروطاله واكل قمرونه هاي سبحان الله يعني. باقي جيعان ما واكلش كنصايب خرج ياكل وي السنار اللي شتها شويه مصديها شويه شحال هادي ما صيدتش على السنور دابا وقتو الاخوان